أه بسم الله الرحمن الرحيم هنراجع إن شاء الله بإذن الله الامتحانات بتاعة الجمعة دي اللي الامتحان ال 11 أه نحاول نركز مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الجملة الأولى عندنا بتقول This book can help you هذا الكتاب هيساعدك تو باور ليفتنج يبقى طبعاً دو باور ليفتنج ممارسة رفع الأثقال in the right way بالطريقة الصحيحة اتنين there are 12 you get 12 categories فئات يبقى weight categories فئات وزنيه in powerlifting do كات اسف weightlifting دي صفه والصفه لا تجمع رقم ثلاثة the police didn't find الشرطه لم تجد any of violence any signs اي علامات للعنف on the body على جو... على جثه الضحيه his this is a mainstream. وفاته كانت طبعا لغز غامض رقم أربعة to be لكي تكون a ال عايزة بعد اسم اسم ولو حطيت صفة يبقى عايزة بعد صفة موصوف يبقى كلمة a عشان تبقى successful غلط من غير ال a تبقى successful يبقى to be success لكي تكون ناجح إذا كلمة success مع ال يعني ناجح تساوي successful بس من غير الـ A رقم 8 آسف 5 good citizens المواطنين الجيدين grow up بيكبروا with the values بقيم of the importance قيم أهمية العمل الجاد رقم 6 teachers المدرسين who work with الذين يعملون with the children with a learning disability الأطفال ذوي إعاقات التعلم should be patient يجب أن يكونوا صبورين children with a learning disability سبعة many Egyptians الكثير من المصريين many many Egyptian إذا بنتكلم في جمع many Egyptian athletes الكثير من الرياضيين المصريين many Athlete ده واحد Athlete رياضي بس athletic دي صفة اثليتكس العاب القوه يبقى الكثير من الرياضيين المصريين رقم 8 ايه ابارتي اون ساندي اذا دي عامله اعدادات اذا اكيد ارينجت يبقى از هافينج رقم 9 ديزرت انيمالز الحيوانات الصحراويه اند بلانتس كان سرفايف اون ممكن تعيش او تنجو على القليل من المياه رقم 10 حلوه there ار ميني رقم 10 حلوه 10 جمله محترمه بيقول فيها ايه there ار ميني exhibits هناك الكثير من المعروضات اون ديسبلاي في العرض اون ديسبلاي معروضه اون ديسبلاي جمله حلوه رقم 11 ذلك تشارول طبعا قاعه المحاضرات از ايكويب يعني مجهزه ويز لاوت سبيكرز سماعات عاليه انستولد in the ceiling متثبته في السقف. رقم 12: it is a mistake to think of Egypt خطأ ان انت تفكر في مصر in terms فيما يتعلق بالآثار بس ان انت تفكر في مصر على اساس انها آثار فقط او فيها آثار. رقم 13: this story gives the reader هذه القصه تعطي القارئ the false impression الانطباع الخاطئ ذات ماني ان المال كان ممكن يجلب الهابينس السعاده رقم 14 هاله هي هير هاند شي كانت هي لا تستطيع اذا في حاجه تمت تمت ادت الى ده حاجه تمت لاثر واثرها مضارع اثرها مضارع يبقى هذا هارت انتهى انتهى هو طبعا اصابت طبعا ايديا وبالتالي حدث تم وانتهى وله اثر 15 ذا سبيتش الكلام او الخطبه she gave اللي القطه was very كانت سربرايزنج يعني سببت دهشه كانت سربرايزنج فيري 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 عايزه صفه فيري صفه مش فيري سربرايز فيري سربرايزنج سربرايز يعني مفاجاه فيري سربرايزنج رقم 16 We all admire احنا كلنا معجبين بيها as she is knowing to speak لأنها معروفة to speak يبقى الكلمة اللي هنا مناسبة لسبيك ومناسبة لEnglish الاتنين مع بعض يبقى fluent English تتحدث انجليزي صح رقم 17 when she was ill عندما كانت عيانة she studied at home with a private tutor مهندس اسف. مدرس خصوصي تيوتور طبعا مدرس خصوصي رقم 18 most children معظم الأطفال are addicted to متعلقه به خلي بالك addicted to عايزه بعد فعل او اس فعلا يجي او اس تتعلق به رقم 19 our team will فرينا will definitely بالتاكيد definitely lose سيخسر بالتاكيد if they don't play well لو ما لعبوش كويس نركز في اللي جاي رقم 20 the volunteering team الفريق المتبرع أو التطوعي is ميت أب ودي طبعاً فريز الفربس يتكون من ميت أب يعني يتكون من معلش أغير لون مش عاجبني نشوف لون تاني ميت أب يعني يتكون من ميت أب يتكون من خلي بالك من دي أهي يبقى زا فولونتيرنج زا فولونتيرنج تيم الفريق التطوعي ميت أب مكون من ميت أب فريز الفربس يا جدعان رقم 21 بيقولوا with disabilities الناس ذات او ذوي الإعاقات should never be treated لا يجب ان تعامل differently بشكل مختلف اللي بتساوي ديفرنت way 22 It is easy من السال to catch a disease ان تصاب بالمرض 23 Please turn the volume down what is the salt I don't want to be distracted مش عايز حد يزعجني رقم 24 it is going to rain. Look at these dark clouds. يبقى definitely بالتاكيد. 25. We expected them. جميلة. expected them. دام expect وراها them. دام ده هنا في ضمير مفعول. إذا to arrive. لو ضمير فاعل to arrive أول. لو ضمير فاعل to arrive أول. يبقى we expect them. ضمير مفعول إذا to arrive. The government tries not try. بمعنى يحاول. وليس يجرب يبقى ذا جفرمنت ترايز تو كنترول تحاول ان تتحكم في زياده الاسعار رقم 27 examinations aren't the only way to assessing طبعا الاختبارات ليست الطريقه الوحيده لتقييم 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 او evaluating تقييم طبعا مستوى الطلاب. فولونتيري ورك العمل التطوعي can difference make difference يصنع اختلافاً إلى أو تجاه طبعاً difference to تجاه المحتاجين والفقراء. I have to the conclusion I have to come to the conclusion I have to come to I have to come to the conclusion هنا معلش فيه تناصة I have to come to the conclusion that was telling lies رقم 20 I read the book معلش الجملة دي الجملة رقم 29 هتبقى 2 دي هنا 2 دي المفروض 2 دي هنا 2 دي ايه؟ جنب وطبعا هاب عايزة تصف تلاتة رقم 30 I read يعني I have هنشيل دي كده اهو اهو I have come to the conclusion رقم 30 I read a book انا قرأت كتاب about the common errors الأخطاء الشائعة في اللغة الإنجليزية نيجي بعد كده لل سكيلز ويتش اوف ذا فولونج اي من التالي از ستراكتشرلي كوريكت مكتوبه صح يعني الجرامر صح هنبص ادنا لي جابه رقم ايه لان اتس نيوز عايزه بعدها فعل اي ان جي رقم 32 اي من التالي از ستراكتشرلي كوريكت عندنا قاعده توين اللي عايزه بعدها ماضي بسيط المفروض انها ماضي بسيط او ماضي مستمر ما فيش الكلام ده هوين عايزه بعدها مضارع التام ونعد تاني مستقبل دي صح او مضارع بسيط ونقل تاني مستقبل دي صح يبقى الاجابة عندي دي اي من التالي ذا فولونج از كوريكتلي ستراكتشر هافنج بين ضن ما عنديش اعتراض هافينج عايزه تصريف تالت بس في هنا مفعول ذا شوبينج ريتيرنت التسوق رجع ما ينفعش هافينج ذا شوبينج بعد اما عملت تسوق ات طبعا ما ينفعش ات رجع ات اللي على غير عقد هافنج جان شوبينج ذا ات غلط لكن هافنج دان بعد ما عملت التسوق انا عدت للبيت يبقى الاجابه رقم دي رقم 34 انهي جمله صح كلمه وانس عايزه مضارع تام او مضارع بسيط نعيد تاني المستقبل مفيش ماضي بسيط هناك ماضي تام ده العكس يبقى صح ماضي تام مستمر غلط تماما يبقى الاجابه عندي دي ماضي تام وادي نعيد تاني ماضي بسيط حليناها مع بعض اربع وخميس قالك لك gives a similar meaning to after يبقى it wouldn't until رقم 36 means after considering all the information on balance on balance نيجي على الترجمه الترجمه بتاعتنا بتقول بسم الله ينبغي يعني ان يتعامل مع التكنولوجيا الحديثه بحكمه لكي نستفيد من منافعها ونتجنب اضرارها يبقى ويؤد اوت لازم تو عشان كده غلط رقم سي الجملة بتاعتنا اسف رقم بي وي شود ديل ويز مودرن تكنولوجي ويز طبعا سوزاتي المفروض لكي انها مكتوبة غلط سوزاتي عايزة جملة كاملة الإجابة على فكرة تبقى سين اتز وايز طبعا غلط تو ميك هو عايز ينبغي أن نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة آه بحكمة نتعامل مش نستخدم نخش على اللي بعدها Uh, we all have the reason to achieve our wildest dreams, imagination, as well as innovation equals realization. الإجابة عندنا تبقى الإجابة رقم C. ليس لد لدينا كل أسباب لتحقيق على من الجائحة الخيال من الابتكار سوي سواء الملاحظة. غلط. يساويان الإنجاز. لدينا كل أسباب لتحقيق على المتوحشة الخيال من الابتكار يسويان المعرفة غلط. وده برضه غلط. الإنجاز. اللي هو إدراك الحاجة إنجازها. امتحان كويس وكان سهل يعني في المستوى العادي. نبص بقى على القطعه نبص على القطعه. بسم الله. بيقول ايه بقى؟ التيلي باثي تيلي باثي اللي هو توارد الخواطر إذن just جاست امس ليست مجرد طبعا اسطوره او خيال علمي. ساينس هاز اثبت العلم ساينس هاز بروفن العلم اثبت ذات ان هذا الى حد ما ممكن يحدث توارد الخواطر العلم اثبت ان الكلام ده الى حد ما ممكن يحدث زي ستروف تيليباتي تاريخ توارد الخواطر جوز باك يعود الى القدماء المصريين زي بليف كان عندهم اعتقاد ان سبيريتس ان الروح ممكن ترسل رسائل الى شخص ما قال تو أنظر ان دريمز ان ممكن واحد يبعت للتاني رسائل طبعا في الحلم قال هناك ثلاث مجموعات ذات ار سوت تو هاف ذا تيلي في عندنا الثلاث مجموعات ممكن يكون لديها قدرات تخاطرطيه او قدرات تبادل او توارد الافكار هم بقى مين؟ دوجز اند ذير اونرز الكلاب وملاكها يعني اصحاب الكلاب a mother اند هير نيو الام وابنها المولود الجديد and identical twins والتوأم المتماثل. Of these groups من ضمن هذه المجموعات twins التوائم have the strongest telepathic connection. قال لك التوائم عندهم قدرة توارد أخطاء توارد أفكار بشكل قوي جدا. Scientists believe العلماء بيعتقدوا ذات this is true ان هذا حقيقي because identical twins ان التوام المتماثلين شير بيشتركوا سيم برين ويفز بعض الامواج الذهنيه او المخيه اللي في المخ ويتش اللوز التي تسمح لكلاهما تو اكسبيرينس اند feel ان هو يجرب ويشعر باشياء في نفس الوقت ايفن وين they ار نوت ان ذا same place حتى لو كانوا في اماكن مختلفه There are many other stories في قصص كتير عن كده. Like for instance, like this between twins. على سبيل المثال زي اللي حصل ما بين التوينز ده. تو يانج جيلز بنتين صغيرين وان ات ا بارتي واحده في الحفله ات اناذر هاوس اند وان والتانيه في البيت. ار جود اكزامبل مثال تاني yes, اسف مثال جيد ان في بنتين توا واحده في حفله والتانيه في البيت. ذا يانج جيل ذات ووز ات هوم البيت اللي في البيت بيرنت حرقت ايديها. ات ذا سيم مومنت في نفس اللحظه ذا اذر جيل البنت التانيه في الحفله ديفلوبد ذا سيم kind of research. عندها جالها في ايديها جالها في ايديها الفقاعه بتاعه الحرق in the exact same spot on her hand في نفس المكان اللي كان حصل في ايدين اختها الثانيه سبحان الله يا جدعان there may never be definite proof زي ده ده مش ممكن يكون دليل قاطع ان التوائم المتماثلين هاف عندهم توارد خاطر او قوة طوارد خاطر. بط ولكن ذير از انف ايفيدنس خلي بالك من ايفيدنس وايفيدنس ده دليل دليل جمع لا يعد يعني ما فيهاش قبلها ان جميلة دي جميله الحته دي هجيبها في الامتحان اللي جاي بتساوي بروف وبروف عايزه ان اذا ايفيدنس دي جمع العدل طبعا بقول لك ما فيش دليل قاطع ان التوام المتطابق طبعا في علاقه بينهم تو سجست ذات ذيس كايند اوف سايسك كونكشن از بوسيبل ان طبعا الاتصال النفسي قد يكون موجود. السؤال الأولاني The most suitable title أفضل عنوان لهذه أفضل عنوان للقطعة طبعا تيليباتيك باورز يعني القوة توارد الخواطر. According to the passage myth اللي هي طبعا الأسطورة is a story that many people believe but ولكن it doesn't exist. طبعا أسطورة يعني حاجة خيال الناس طبعا ممكن تصدق ان هي تحدث ولكن مش موجوده 41 ذا مين ايديا اوف ذا لاست باراجراف الفكره الرئيسيه للباراجراف الاخير هتبقى الاجابه رقم سي ان ذير از نو ديفينيت ايفيدنس فور تيليباس ما طبعا دليل قاطع ان في طوارئ خاطر 42 ساينتستس بليف ذات توينز عندهم اعتقاد ان التوائم هاف ذا سترونجست تيليباثيك كونكشن از الاجابه رقم دي in their brain work in a similar way في طبعا موجات دماغيه اه متشابهه 43 the ancient Egyptian thought a person could practice telepathy الاجابه رقم دين قال لك ممكن أعيد ابعت لي الثاني رسائل في النوم رقم 44 which of the following group أي من ايا من المجموعات الثلاث doesn't لا تخص او ما لديها مش عندها قدرات توارد الافكار طبعا ماذر اند ذير تشيلدرن هو قال لك اه اخ توام الكلب والام وابنها الجديد لكن لما يكبر لا 45 اكوردنج تو ذا رايتر تيليباثي اتو الاجابه رقم سي هاز تو دو ويز هاو بيبل فيل ان ستريسفول سيتويشن رقم 46 ويتش of which sentence is not correct هتبقى الإجابة رقم B Telepathy is surely بالتأكيد ساينس فيكشن لا طبعاً is not correct ليست صحيحة لا كده صح تمام وأدي الباراجراف بتاعنا اللي هو السوشيال ميديا has a negative impact on the news الحمد لله ده الإمتحان